لقاء القمة النهاردة عندنا البارسا واليوفي، يعني لقاء فيه إثارة، لقاء فيه نجوم، لقاء متوقع يكون فيه كرة حلوة جدا. مواجهة كنا نتمناها بين طبعا ميسي ورونالدو، لكن رونالدو هيغيب عن لقاء النهاردة، لكن ما فيش مانع تبقى مواجهة بين الأرجنتيني ميسي والأرجنتيني ديبالا. نتمنى إن شاء الله سهرة ممتعه لكل عشاق الكوره. ولو تابعت الماتش ده خمس ست دقايق ما لقيتش فيه كوره حلوه، انه ساعات الماتشات دي بتبقى مقفله جامد جدا. عندك ماتشين ممكن يكون فيهم كوره اكتر من رائعه، عندك المان يونايتد بيلاعب لايبزيج، وعندك البي اس جي باريس سان جيرمان هينقض النهارده على اسطنبول بشاك شهير. مباراه متوقع تكون من طرف واحد، لكن ما حدش عارف. الماتشات دي كلها مرشحه النهارده تكون ماتشات كويسه جدا في تشامبيونز ليج. نتمنى ان حضراتكم تشوفوا جرعه كرويه ممتعة. نروح بقى لدبي، الإمارات طبعا الشقيقة والعزيزة على قلوب المصريين كلهم، والحقيقة أنه الإمارات واحدة من الدول اللي فيها قاعدة جماهيرية كبيرة جدا للنادي الأهلي. هيكون معنا زميلنا علي معالي الصحفي بجريدة الاتحاد الإماراتية. مساء الخير يا أستاذ علي. مساء الخير يا أستاذ أحمد، أهلا بيك. أهلا بيك. قبل ما أتكلم معاك على الشامبيونز ليج والماتشات بتاعت النهاردة، خليني بس أسألك الأول على ردود الأفعال على فوز النادي الأهلي وتخطي عقبة الوداد المغربي في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا، وردود أفعال المصريين والأهلوية في دولة الإمارات الشقيقة. هو طبعا مبروك للأهلي ومبروك لجميع الأهلي في مصر وفي الوطن العربي وعلى مستوى العالم. طبعا الأهلي قاعدة جماهيرية عريضة يعني لا ينكرها أحد. طبعا كل الرياضيين أمانة، سواء أهلوية سواء زملكاوية سواء أي أندية، خاصة في زي ما بيقولوا في الغربة، بيحبوا دائما أي نادي مصري ينتصر. أكيد الانطباعات طبعا كان رائعة جدا، كان خاصة الأهلي، يعني الأهلي من سنوات طويلة لم يفز ذهابا وإيابا، وده شيء إيجابي جدا، شيء خلى الناس تشعر بالتفاؤل أن الأهلي عائد مرة أخرى للقارة السمراء، عاد لحصد الألقاب اللي غايبة عنه بقى لها فترة طويلة تقريبا من 2013، وده مؤشر إيجابي أن أنت تفوز ذهابا وإيابا على فريق بحجم الوداد مهما كانت الظروف المحيطة به من طبعا من كورونا أو غير ذلك، لكن برضو الوضع ده كان على مستوى العالم كله. فبالتالي الأهلي أسعدنا جميعا، ونتمنى إن شاء الله أنه يعود من جديد حاملا للألقاب ومنتصرا في كافة أرجاء القارة السمراء. إزاي شفت دور بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في الفترة تولى فيها المسؤولية، وخصوصا كمان دوره في تجاوز عقبة الوداد بما ليه طبعا من مشوار وخبرة كبيرة جدا في الكرة الأفريقية؟ هو أنا سمعت تصريحات للكابتن سارة عبد الحفيظ، كان واضح جدا أن في انسجام سريع ما بين موسيماني وكافة الجهاز الفني والإداري وحتى اللاعبين. الراجل مش غريب عن أفريقيا، مش غريب عن أجواء البطولات الأفريقية، مش غريب عن كيفية مواجهة الفرق الأفريقية، حتى الحكام الأفارقة، حتى طريقة اللعب، طريقة الخطط. وبالتالي انسجم سريعا موسيماني مع أجواء البطولة، مع وبرضو عدم وجود ضغوط. يعني أنا أعلم أن مجلس إدارة الأهلي منحوا كل الاختصاصات في هذا التوقيت. صحيح. على الرغم من صعوبة الموقف بالنسبة لأي مدرب بيجي قبل ما ياخد بطولة إفريقية وأمام فرق زي الوداد ومع فريق بحجم نادي الأهلي، ويجي قبل في نصف النهائي وغير جهاز وتولى جهاز جديد، دي مهمة شاقة جدا على الإدارة في المقام الأول وعلى الجهاز الفني في المقام الثاني. نجح موسيماني بشكل كبير جدا في أنه يوظف اللعيبة بشكل رائع للأمانة، بشكل خلى الناس بتشوف الماتش كأنه موسيماني مع الفرقة بقاله سنتين، وده خبرة رجل باع طويل في القارة السمراء، باع طويل في مجال التدريب. وأتمنى إن شاء الله أنه ينجح في اللي عمل في نصف النهائي سواء ذهابا وايابا، يحدث ان شاء الله في النهائي وتسعد الجماهير الاهلاويه خصوصا الجماهير المصريه. توقعاتك للطرف الثاني في مواجهه النهائي، ومن وجهه نظرك ايه فرص الاهلي ان شاء الله في تحقيق البطوله وحسم اللقب؟ اتمنى طبعا ان الزمالك يلتقي مع الاهلي في النهائي، لان في الاخر دي سمعه على الكره المصريه. يعني في الاطار ده انا بشكر فعلا اتحاد الكوره، بشكر الوزير الشباب والرياضه، لانهم اصروا على طبعا، وكان الاهلي متزعم هذا الاتجاه، انه استمرار اقامه او عوده الدوري من جديد. لان لو لم يعد الدوري بالفعل، لو الدوري ما رجعش، ما كناش هنشوف الاهلي يتاهل للنهائي، ما كناش هنشوف الزمالك في نصف النهائي وعلى بعد خطوه من النهائي، ما كناش هنشوف بيراميدز بيلعب نهائي الكونفدراليه.
الثلاث فرق دول هي نتاج قرار سليم وقرار صائب جدا، وتزعموا النادي الاهلي باستمرار وعوده، اكيد لان كان هناك اصوات فعلا نشاز جدا بتقول نلغي الموسم، وانا اعتقد اللي كان عايز يلغي الموسم ده ناس ضعاف جدا لا يستطيعون مواجهه الظروف الحاليه، ونجحنا سواء انديه سواء اتحاد كره سواء وزاره الشباب والرياضه في تجاوز هذه العقبه، ووجدنا الاهلي في النهائي وسنجد الزمالك ان شاء الله في النهائي. بالنسبه لفرص الاهلي، اعتقد الاهلي لديه خبرات كبيره جدا، لديه عناصر تستطيع في الوقت الحالي جهاز فني. يعني مين، خليني اقول لك ايه، مين اكثر لعيبه عجبتك في النادي الاهلي او قدمت مستويات جيده جدا في مواجهه الوداد ذهابا وايابا؟ طبعا كان اللعيبه للامانه كلهم قدموا بشكل ايجابي، يعني هو ميزه موسيماني انه بيلعب بشكل جماعي جيد جدا، بيحاول طبعا انه يوظف كل اللعيبه بشكل، طبعا شناوي رقم واحد ذهابا وايابا ده لا يخفى على احد انه من الحراس اللي سيكون لهم شان كبير جدا على مستوى مصر على مستوى القاره، واصبح له شان كبير استاذ علي. خلاص يعني الشناوي يعني اعتقد بصماته واضحه جدا خلال السنوات الاخيره سواء مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي. الحقيقه استاذ احمد دايما بصمه اي لعيب بتتضح من خلال بطوله، حتى الان انت الشناوي على باب بطوله افريقيا، اذا خد بطوله افريقيا بنفس المستوى اللي حصل في الماتشين اللي فاتوا اعتقد الشناوي سيعلو نجمه بشكل رائع جدا على مستوى القاره السمراء. يعني احنا طبعا كان الفترات اللي فاتت عصام الحضري كان بيتالق محليا ما فيش حد بيسمعه، لكن عصام لما خد البطولات القاريه ومع المنتخب ومع الاهلي اصبح صيت على مستوى العالم، وده نتمناه للشناوي ان شاء الله خلال طبعًا السنوات اللي جايه. طبعا انقل معاك للتشامبيونز ليج، وازاي بتشوف مواجهه النهارده بين البارسا واليوفي؟ مواجهه منتظره، كل عشاق الكوره، كل عشاق البارسا، كل عشاق اليوفي، مواجهه مع العيار التقيل، رؤيتك ليها وتوقعاتك للماتش ده؟ عودتنا الكره الاوروبيه ما فيش توقع تقدر يعني تجزم بيه. امبارح الريال حتى الثواني الاخيره خسران، يعني باقي في 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 الدقيقه الثالثه تقريبا من الوقت الضائع استطاع انه يتعادل. اليوم ينقصنا يعني للامانه، وكنا نتمنى يكون موجود افضل لاعب في العالم رونالدو، لكن الكورونا حرمتنا من هذا النجم الكبير. اليوفنتوس اعتقد انه من خلال المدرب واللاعب السابق الجميل بيرلو طامح بالفعل لتحقيق انتصار، وسوف يستغل هذه الفرصه لاستعاده الثقه اللي افتقدها الفريق خلال الفتره اللي جايه. يوفنتوس طبعا مع بيرلو في الدوري الايطالي يتعثر قدام الفرق الصغيره، اليوم هيلعب قدام برشلونه، يعني طيب. يعني هتكون المواجهه زي ما حضرتك. طب بما انك انت اتكلمت على بيرلو، خليني اقول انه المواجهه دي هي الاولى بالنسبه لجهازين فنيين جداد في الاثنين، يعني بيرلو بيتولى المسؤوليه في اليوفي وكومن بيتولى المسؤوليه في البارسا. بيرلو كلاعب كان يعني كان اداؤه يميل اكتر الى الذكاء والمهاره، كومان كلاعب كان يميل الى القوه، هل تتوقع انه اداء الفرقتين النهارده في الملعب يعني يدخلوا تحت الاطار اللي بيتحرك فيه كل مدير فني، ولا نتوقع انه المواجهه تكون بشكل مختلف؟ المواجهه هتكون مختلفه بين اللاعبين على ارض الواقع، يعني بيرلو يكاد اطول طبعا فتره من كومان مع برشلونه. بيرلو بقى له فتره ممكن الطابع اللي هو عايزه هيمشيه في المباراه، عكس كومان بيعتمد في الوقت الحالي على بعض الحاجات نقول الفرديه في الفريق، وده هو طبعا لسه فتره قريبه. لكن بشكل عام انت بتشوف فرقتين من اقوى فرق في العالم، يعني اليوفنتوس وبرشلونه قد لا يلتقيا مره اخرى، عشان كده كنت بقول كنا نتمنى نشوف النجم البرتغالي الجميل يتواجد اليوم رونالدو امام يعني الارجنتيني الاخر البارع، لكن للامانه هنفتقد مثل هذا الثنائي الراعي اللي اسعدنا كثير في الدوري الاسباني. هيكون بالتاكيد في فرصه ثانيه للمواجهه. طب خليني اسالك، هل في ماتش ثاني غير البارسا؟ يعني البارسا واليوفي معروف انها مواجهه معاريه، هل في ماتش ثاني انت شايف انه ممكن يكون في وجبه، يعني وجبه كره ممتعه ودسمه كده زي ما بنقول؟ البايرن اعتقد من الفرق اللي بتستطيع انها تقدم في اي وقت ماتشات جميله واداء راقي جدا، يعني فدايما هتشوف النهارده في الماتشات بشكل عام، تعال دوري ابطال اوروبا المستويات فيه ما تقدرش تحكم مين يفوز على مين يقدر يتفوق على مين، لكن بشكل عام انت شايف السنه دي في مفاجات غريبه بتحصل في البطوله بشكل عام، يعني انت شايف مثلا شختار الاوكراني عامل مستويات رائعه جدا بتصدر مجموعته. ايوه وبيكسب ريال الكبيره اللي هي الريال عنده لحد دلوقتي نقطه واحده، يعني دي برضو عامل مؤشر سلبي، لكن
مع الوقت ممكن يستعيد ريال قوته مره اخرى. هم ثلاث فرق لحد دلوقتي اللي استطاعوا خلال الفتره اللي خلال الجولتين انهم يبرزوا بشكل جيد، مانشستر طبعا وليفربول وبايرن ميونخ، ثلاث فرق دول استطاعوا. من الماتشات اللي اتلعبت لغايه النهارده، هل شفت فرقه ممكن تقول انها تملك مقاومات البطل للنسخه الجديده ولا لسه ما ظهرتش لغايه اللحظه؟ لسه، خاصة انت بتتكلم في فرق لسه بتبني نفسها من جديد في ظل الظروف الحالية. يعني ما كانش حد يتوقع ان برشلونة يفتقد واحد من افضل المدافعين على مستوى العالم في التوقيت ده، وبالتالي برشلونة ليفربول بدأ يحاول يظبط امور الفترة دي بعد غيابه، فبالتالي صعب ان انت تقول مين، خاصة احنا في السنوات اللي فاتت يعني ما كانش حد يتوقع النهائي بتاع البايرن السنة اللي فاتت وان البايرن ياخد البطولة، على الرغم كان فيه فرق باريس سان جيرمان والبايرن ما فيش حد يتوقع الاثنين في النهائي يعني. صحيح. لكن في ظل الظروف الحاليه توقع اي حاجه تحصل. ليه؟ لان انت في فرق بتخوض البطوله بظروف غريبه جدا، بظروف اصابات كورونا، بظروف اصابات لاعبين، بظروف عدم تعاقدات جديده في فرق كثيره جدا بسبب الازمه الماليه، وبالتالي هتلاقي الفرق اللي تحاول تاخد النقط في الفتره دي وتوصل لمرحله بعد كده انها تجمع نفسها وتجمع نقط وتوصل لصداره مجموعه، ممكن في الادوار التاليه تبدا الامور تتكشف شيئا ما. لكن في الوقت الحالي انت لسه في الجوله الثانيه، الامور كلها متاحه امام الجميع، كل الفرق، كل المفاجات متاحه، كل الفرق بتعد نفسها من جديد. ما تقدرش تقول مثلا ان الريال مش هيصعد، استحاله يعني، في ظل حتى وان كان الريال في نقطه واحده بس، لكن ما زال امامه مشوار طويل، والريال بيلعب بره ارضه زي داخل ارضه، فالامور كلها بتتساوى بين جميع الانديه في الوقت الراهن. ليفربول الحقيقه هسالك عنه شويه، ويهمنا طبعا نجمنا محمد صلاح اللي بيتهيألي انه قدم مشوار اكتر من رائع وقدر يوصل مع ليفربول لمرتين فاينل، ومنهم بطوله قدروا ان هم يحسموها، قدر السيزون اللي فات انه يحقق الدوري الانجليزي. هل بتشوف انه مسيره ليفربول ومسيره صلاح ويورجن كلوب هتستمر الموسم ده ولا تتوقع تراجع بعض الشيء، وخصوصا طبعا بعد خساره نجم بحجم فان دايك؟ فان دايك عامل مؤثر جدا في الفريق، لكن الملاحظ برضو في الدوري الانجليزي بشكل عام ان حتى الهبوط بيتساوى بين الجميع، يعني التعثرات في الدوري الانجليزي السنه دي تكاد تكون قليله، يعني رغم ان الدوري الانجليزي كل موسم اكبر نسبه، اكبر تعاقدات واكبر فلوس بتتصرف على اللعيبه في الدوري الانجليزي بشكل عام. ايوه. ليفربول فعلا هو خط النص عنده الى حد ما السنه دي في تراجع، خط الدفاع فيه فجوه كبيره جدا، لكن بيقابلها برضه في الطرف الاخر في خسائر بتحصل وعدم تجديد دماء كثيره في الانديه الاخرى بسبب الازمه الماليه الموجوده، لكن سيظل ليفربول على مستوى، يعني طبعا السنه اللي فاتت انهى الموسم قبل بفتره يعني بفرق كبير من النقط. لو انهى الموسم ده ما اعتقدش اي فريق هينهي الموسم ده بهذا الفرق الكبير من النقط، على اعتبار ان الكل بيتساوى في حالات الاصابات، في حالات التعاقدات، في الحاله الصحيه للعيبه، في الحاله البدنيه للعيبه، في الحاله الفنيه في ظل الوقت الراهن. يعني انت ممكن تيجي الاسبوع اللي جاي مثلا تلاقي في مانشستر سيتي او في ليفربول اصابه اكثر من لاعب، دي تبقى حاجه خارجه وطارئه، واللاعب يعني الاصابه 14 يوم يغيب مثلا او 10 ايام. أيوة. دي بتبقى مؤثره جدا في اي فريق على مستوى العالم. انا بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا، بشكرك على وجودك معنا على شاشه الاهلي الزميل علي معالي الصحفي بجريده الاتحاد الاماراتيه، شكرا على وجودك معنا في السادسه. نروح لفيديو جراف كده لطيف يلخص لحضراتكم المواجهه النهارده اللي بتجمع بين البارسا وبين